صالح، هذا الانقطاع في خدمات الاتصالات ما تأثيره على المنطقة التي تؤوي العدد الأكبر من النازحين حتى الآن، وهذه الاستهدافات كيف تؤثر على موجات النزوح؟ يعني منذ يوم أمس حتى هذه الساعة نشهد حركة نزوح جديدة ومتصاعدة من المناطق الغربية من مدينة خان يونس من منطقة المواصي جراء القصف الإسرائيلي وتواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة ومحاصرتها لما يقارب من 5 مراكز للنازحين في منطقة غرب خان يونس. بالأمس تمكن عدد من الناس من الوصول إلى هنا إلى منطقة رفح، تنقلوا بصعوبة بين إطلاق النار والقصف الإسرائيلي، ورويت أيضا شهادات لبعض الناس الذين وصلوا بما يتعلق في جامعة الأقصى وما تعرضت له الجامعة من إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية التي تحيط هذه الجامعة والتي أصبحت مركزا للنزوح، تحيطها الآليات العسكرية الإسرائيلية. من اليوم صباحا لاحظنا أن بعض المناشدات خرجت من هنا من مدينة رفح لأناس قدموا بالأمس فقدوا عدد من أفراد أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي الذي دفعهم إلى الخروج مسرعين من تلك المناطق. هناك أطفال فقدوا بسبب خروجهم من تلك المنطقة، وهناك مناشدات للبحث عنهم، وهذا فيه إشارة أيضا لما سألت عنه أحمد في موضوع انقطاع الاتصال والتواصل بين الناس، لأنه ما عاد بمقدورهم يعني التحرك بسهولة والبحث عن هؤلاء المفقودين مع حركة النزوح هذه المستمرة. بالإضافة أيضا أنه وصل بالأمس إلى مستشفى الكويت التخصصي وكذلك مستشفى أبو يوسف النجار محمد يوسف النجار في مدينة رفح عدد من الجرحى وكذلك من الشهداء دون أفراد عائلاتهم، تم نقلهم بسيارات مدنية حيث كان يعني من الصعب إيصالهم إلى مستشفى ناصر. حضروا من مدينة خان يونس من المنطقة الغربية إلى مشافي مدينة رفح. هؤلاء لم يتم التعرف على يعني بعضهم إلا بصعوبة وإلا بعد ساعات، وأقاربهم ومعارفهم من وصلوا إلى مدينة رفح أو من تبقوا في منطقة المواصي في غرب خان يونس كذلك انقطع التواصل فيما بينهم، وبالتالي عاد الحديث مرة أخرى على تفرق العائلات الفلسطينية وابتعادها عن بعضها البعض وانقطاع أخبارهم عن بعضهم البعض. وبالتالي لا شك أن هذا جزء من أثر هذه انقطاع الاتصالات وصعوبة بعض شبكات الاتصالات المحلية في عملية التواصل بسبب التشويش المستمر وكذلك بعض مقاسم هذه الشبكات الاتصالات قد دمرت وقصفت، وبالتالي هناك مناطق تضعف فيها الإشارة بشكل كبير ويضطر الناس التنقل من منطقة إلى أخرى ومن حي سكني إلى آخر حتى يستطيعوا أن يحصلوا على مكالمة واحدة على الأقل للإطمئنان على عائلاتهم. كذلك الأمر يتعلق حتى بالناس خارج قطاع غزة، كثير من العائلات تحاول التواصل مع أقاربها في قطاع غزة، وبتصلنا حتى بعض الرسائل والمناشدات في البحث عن بعض الأشخاص هنا والعائلات الموجودة في رفح ووصلت إلى رفح وانقطع بها الاتصال، لأنه أيضا حتى الاتصالات من خارج قطاع غزة على مدينة غزة وشمال القطاع وكذلك مناطق الوسط والجنوب أيضا صعبة للغاية، والناس يعني لا يعلمون أخبار عائلاتهم وتمضي أيام على هذا الحال دون معرفة أماكن وجودهم أماكن نزوحهم وإن كان من بينهم شهداء أو مصابين، وبالتالي هذه معضلة كبيرة. وانسحب هذا الأمر أيضا على القطاع الطبي والصحي فيما يتعلق بالتواصل بين المستشفيات في عملية تحويل بعض المرضى والجرحى من مستشفى إلى آخر، وكذلك في حركة سيارات الإسعاف في التنقل والتوجه إلى مناطق الاستهداف المختلفة للبحث عن الناجين أو مفقودين أو كذلك لإسعاف الجرحى ونقل الشهداء من مناطق الاستهدافات المختلفة. لا شك أن ما يحدث في خان يونس يؤثر بالمجمل على مدينة رفح المكتظة بالسكان. حركات النزوح هذه استمرت مع تواجد الآليات العسكرية وإطلاقها النار المستمر في المنطقة الغربية، سيدفع بأعداد كبيرة من الناس إلى الهرب من هذا القصف الإسرائيلي العنيف والذي أودى وأدى إلى استشهاد عدد من النازحين في مناطق المواصي. سيدفع لا شك أكثر فأكثر بالناس للخروج من تلك المناطق، وبالتالي ستكون هناك
تكاثف أو يعني كتلة من السكان من النازحين ستأتي إلى هذه المدينة المكتظة أصلا بأعداد كبيرة من النازحين، وما عاد فيها متسع حتى لوجود عائلات جدد أو لقدوم عائلات جدد، وبالتالي ستتفاقم الأزمة الإنسانية والكارثة في هذه المدينة من كل النواحي، فيما يتعلق بالحصول على الطعام، فيما يتعلق بإمدادات المياه، وكذلك بعمليات تصريف المياه العادمة من مناطق النزوح ومناطق السكنية المختلفة بسبب هذا الاكتظاظ الكبير. وكذلك سيكون الضغط كبير على المنظومة الصحية التي قالت وزارة الصحة أنها منظومة هشة في مدينة رفح، حيث لا توجد فيها تخصصات جراحية يعني متخصصة، بل هي جراحات عامة. وهذا الضغط الكبير أيضا من النازحين الذين من بينهم أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة سيدفع هؤلاء إلى مراجعة هذه المشافي الصغيرة هنا في مدينة رفح، والتي بالكاد كانت تستطيع أن تقدم الخدمات الطبية لسكان هذه المدينة الذين كان عددهم لا يتجاوز 300,000 فلسطيني. الآن العدد يناهز المليون والنصف فلسطيني في هذه المدينة، وما زال عدد أو حركات النزوح مستمرة باتجاه مدينة رفح. من مستشفى الكويت التخصصي في رفح، مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور، شكرا جزيلا لك صالح على هذه المعلومات.